السلام عليكم ورحمة الله. هذا في معنا فورد تورس 2013 لين 2019. طبعا هذا شاشة جديدة، إصدار جديد، ركبناه الآن شاشة أندرويد، هي رام 4 ذاكرة 32، معالج تي اس 10، تدعم أبل كاربلاي. عندنا هنا حتى تحكم المكيف من هنا من الشاشة، تحكم المكيف من كذلك من الأزرار هذه، بيشتغل معنا ما شاء الله تبارك الله. كذلك الفرار هذا حقة الصوت شغال، تحكمات الدركسون كلها شغالة، تحكمات حقة الشاشة شغالة، تدعم شريحة بيانات ومدخلين يو اس بي هنا في الدرج، هذا مدخل شريحة البيانات، كذلك اليو اس بي، اليو اس بي هنا موجود، كل شيء شغال معنا. طبعا هنا التحكمات حقة المكيف كلها شغالة من هنا من هذه الأزرار، وكذلك الأزرار اللي هنا. تدعم خرائط الجوجل ماب، برنامج التلفزيون، كل شيء شغال معنا. طبعا سريعة مرة جدا. هنا الأبل كاربلاي ما شاء الله تبارك الله شغال معنا، ما شاء الله كل شيء شغال فيها، يعطي خيرها في شرها. حبيبنا ايش رايك؟ جزاك الله خير، الله يعطيكم العافية، ما شاء الله يبارك. طيب شكرا يا ابو العيد، طاب خاطرك يا حبيبنا، امورها طيبه ان شاء الله، الله يبارك، يعطي خيرك في شرها. امين واياك. حط معلوماتك على 0579937272.